هروح لخبر عن صندوق النقد. المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قال انه وافق على اقراض مصر 2 مليار 772 مليون دولار من خلال اداة التمويل السريع RFI لاحتواء الاثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا. كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي قالت ان ده لمساندة مصر لاحتواء الاثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا. البنك المركزي المصري والحكومة كانوا طلبوا مساعدة مالية من الصندوق من خلال هذه الاداة سريعة التمويل والاستعداد الائتماني. التمويل هيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات المتضررة وفئات المجتمع الأكثر هشاشة. وبيتوقعوا عرض طلب الاستفادة على المجلس التنفيذي في غضون الأسبوعين. ده كان ساعتها، لكن خلاص المجلس قال إنه وافق، فطبعا دي ملهاش محل. ده كان وقت ما احنا طلبنا. يعني إذن القرض اللي كنا اتكلمنا عنه لما قالوا أداة التمويل السريع ومساعدة مالية وبرنامج جديد مع صندوق النقد، القرض 2 مليار 772 مليون دولار، احنا واخدين حوالي 12 مليار، يعني كده داخلين في 15 الا شوية. لكن المعلومات بتقول انه الفايدة بطيئة جدا وضعيفة، وان المشروعات اللي هيتم بها انعاش بهذه الاموال هيكون لها مردود سريع، وزي ما شفنا امبارح في فقرة الحديث عن الصناعة انه المشروعات الصناعية والصناعات الهندسية والمدارس الصناعية بتجيب مردود جيد وسريع.